يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أعظم ذنبا وجرما؟ هل هو المغني أم المنشد الذي ينشد في هذه الأيام ويشابه المغنين بالألحان والترنم كصنيع المنشدين والذين يدعون أن عملهم هذا من وسائل الدعوة؟ كله لا خير فيه، كل هذا لا خير فيه، وهو إن كان لأجل الطرب فهو حرام لأنه من اللهو، وإن نسبوه للدعوة فهو أشد لأنه يعتبر بدعة، لأنهم أحدثوا في الدعوة ما ليس منها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا بالأناشيد، وإنما دعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أقام صلى الله عليه وسلم فرقا إنشادية وقال هذا من الدعوة بسمع الناس إياه، ما نفتح هذه الأبواب لأنها تجر إلى شر. والدعوة ولله الحمد غنية بما في الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فالذي يريد أن يدعو إلى الله يطالع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة ويتمشى عليها. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فرق إنشادية وأناشيد جماعية وقال هذا من الدعوة، من الترغيب في الدعوة. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.